ننتهي، لا نتأخر على الغداء. أمي، ما كأنه بدري. البنزين، المساحات، الكفرات. ما عليك يا أمي، كله تمام إن شاء الله. طيب يلا بسرعة، الكنافة لا تبرد. أمي، نحن في عز الحر. بسم الله. لازم تتأكد من ضغط هواء الكفرات باستمرار يا ساهي. كل سيارة والكفراتها ضغط معين لازم تحافظ عليه، تقدر تعرفه من كتيب السيارة أو من الملصق بجوار الباب. فأنصحك كل شهر تشيك على كل كفراتك وتخلي ضغط هواها عند هذا الرقم. وبرضو كفراتك الثانية قديمة يا ساهي، شوف الشقوق اللي فيها، لازم تغيرها. ومتى لازم نغير الكفرات؟ الكفر يا خالة ما يعيش أكثر من 10 سنوات من تاريخ تصنيعه، حتى ولو ما تم استخدامه. أما لو كان يستخدم ففي عوامل كثيرة تأثر في عمره، مثل الطقس ومدى الاعتناء بالكفر وحالة الطرق وطريقة السواقة ومقدار استخدامك للسيارة. فأفضل شيء توريه خبير كل سنة على الأقل عشان تتأكد من سلامته. ما نفسكم في كنافة؟ فنان يا بارع، فنان.